اهلا بكم الى موجز الاهم الانباء قال وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن ان لقاء جمعه مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والاماراتي عبد الله بن زايد لتنسيق المواقف بشان تحقيق السلام في اليمن. جاء ذلك على هامش اجتماع مشتركين وزراء خارجيه دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجيه الامريكي في مدينه نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده ووصف بلينكن في تغريده له على منصه اكس اللقاء بالمثمر. وقال إنه ناقش الحاجة الملحة إلى حل دائم للصراع في اليمن وأولويات أخرى وفي السياق ذاته قال المبعوث الامريكي الى اليمن تيم لندر كينج ان هناك تقدما كبيرا في الملف اليمني وذلك بفضل الدعم الامريكي والدولي لجهود السلام وأكد في مقابلة مع قناة الحرة أن واشنطن دعمت مفاوضات الحوثيين مع الحكومة اليمنية والسعوديين في الرياض، مشيرا إلى أن السعودية ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم ومستمر في اليمن. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تنتهج دبلوماسية نشطة عبر التواصل مع الجهات المختلفة، وستستمر في الانخراط مع كل الفرقاء. من جهته اعلن وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عقد اول لقاء مع وفد ميليشيا الحوثي خلال زيارته الاولى المعلنه للرياض وقال بن سلمان انه التقى وفد الميليشيا لاستكمال الجهود الراميه لدعم مسار السلام في اليمن واكد حرص بلاده على تشجيع الاطراف اليمنيه للجلوس على طاوله الحوار وصولا الى حل سياسي شامل تحت اشراف الامم المتحده وعبر المسؤول السعودي عن تطلعه في ان تحقق النقاشات الجاده اهدافها لاحراز استقرار سياسي دائم في اليمن في سياق متصل اعلنت ميليشيا الحوثي عوده وفدها مع الوفد العماني الوسيط الى صنعاء قادما من الرياض بعد خمسه ايام من التشاور مع مسؤولين سعوديين وقال القيادي في الميليشيا علي القحوم ان الوفد عاد الى صنعاء للتشاور مع القياده واطلاعها على نتائج المفاوضات التي وصفها بالجديه والايجابيه وكشف القحوم عن جوله جديده من المفاوضات لتجاوز العقبات في الملفات الانسانيه وصرف المرتبات ورفع الحصار وخروج القوات الاجنبيه واعاده الاعمار واطلاق الاسرى والمعتقلين وفتح المطارات والموانئ وصولا الى الحل السياسي الشامل. كشفت صحيفه امريكيه ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من اداره بايدن توقيع اتفاقيه دفاع مشترك من أي هجمات محتملة في المنطقة ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن ولي العهد اعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة هي العنصر الأكثر أهمية في محادثاته مع إدارة بايدن بشأن إسرائيل وقال مسؤولون السعوديون أن اتفاقية دفاع قوية من شأنها أن تساعد في ردع الهجمات المحتملة من قبل إيران أو شركائها المسلحين كما طلب بن سلمان من إدارة بايدن مساعدة بلاده على تطوير برنامج نووي مدني اعتبرت الصحيفة أن هذه المناقشات هي عنصر أساسي في دبلوماسية الرئيس بايدن عالية المخاطر لحمل السعودية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بحسب مسؤولين أمريكيين في نهاية الموجز إلى اللقاء.